اشمعنى بقى؟ ليه اللي الزمالك مش حكايه الافضل او كده، الزمالك عنده الحافز اكتر، عنده الدافع اكتر، واخد بال حضرتك؟ عنده الى حد كبير جاهزيه برغم العدد قليل، بس عنده الجاهزيه كده. توقع مين اللي احسن حد هيلعب في الماتش؟ لو هيبتدي بمصطفى فتحي وهيبتدي بايمن حفني، واخد بال حضرتك؟ ممكن يكون هم دول افضل، هم دول المفاتيح اللعب. النتيجه تتوقع كام؟ يعني مش هتقل عن 2-0 للزمالك ان شاء الله. تحت امرك يا عادل. انت عادي؟ طب ليه حاسس ان هو تعادل؟ يعني انا حاسس ان الزمالك بيلعب، يعني هو الماتش ذهاب صح؟ فانا حاسس ان الزمالك كان بدا مستواه بيتحسن عن الفتره اللي فاتت، فحاسس ان شاء الله هيتعادل 1-1. هيتعادل 1-1. انا مش حاسس ان هو هيبقى فيه مكسب للزمالك مثلا؟ هو صعب، بيبقى مكسب صعب بره الارض، بس لما نرجع الارض ان شاء الله هنكسب. طيب تتمنى انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ انا اهلاوي. تتمنى الزمالك يكسب ولا؟ اتمنى الزمالك يكسب. اتمنى الزمالك يكسب؟ طيب تتمنى يكسب كام؟ هناك لو هيكسب انا اتوقع ان هو مثلا هيتعادل 1-1، بس اتمنى ان هو مثلا 1-0 يبقى كويس. قرب شويه. انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ اه زمالكاوي. قول لنا توقعك ايه بقى الماتش؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيكسب، واهم حاجه باذن الله بكره ان شاء الله الجمهور يدخل، وباذن الله نعمل ان شاء الله نتيجه ايجابيه عشان ماتش العوده في المغرب هو ماتش صعب جدا باذن الله، وان شاء الله باذن الله 2-0 شيكابالا وباسم المصري. شيكابالا وماتش شيكابالا. طب ليه تتوقع ان احنا نكسب يعني؟ ان شاء الله عشان الوداد اصلا يعني مهما كان هو فرقه قويه، بس الزمالك السنه دي هو بيلعب كويس جدا، والوداد اصلا عنده دفاع مش كويس جدا، وحارس المرمى ما سافرش من المغرب لمصر عشان عنده مشكله في التجنيد، بس ان شاء الله باذن الله كعبه عالي، وان شاء الله بكره باذن الله نحضر الماتش، ان شاء الله الجمهور يبقى ليه دور باذن الله في الفوز ان شاء الله. طب لو الاهلي مكان الزمالك تتمنى له يكسب ولا لا؟ اكيد طبعا لا. ما تتمنالوش يكسب؟ زملكاويه مش مصري، مش مصريين احنا. شكرا. امتى بقى؟ تتوقع النهارده الزمالك ولا الوداد مين اللي يكسب؟ ان شاء الله الزمالك. اشمعنى بقى؟ والله المستوى الفتره اللي فاتت كان في حاجز كذابه شويه في الدوري، بس نهائي الكاس. تتوقع مين احسن حد يلعب في الزمالك النهارده؟ ايه؟ احسن حد يلعب في الزمالك؟ توقع تغلبه كام كام؟ ايه؟ تكسب كام كام؟ ان شاء الله 1-0 حتى مش مشكله بالنسبه لنا، بس اهم حاجه نكسب هنا يعني عشان نروح، لما نروح هناك حتى لو تعادلنا نبقى فريق. ماشي ان شاء الله. حضرتك زملكاوي ولا اهلاوي؟ كله فخر زملكاوي. ماشي شكرا.